مرة تانية نرجع لحضراتكم ونكمل نهائي كاس ليلة الكاس الأهلي والمصري، نهائي كأس مصر البطولة رقم 85. أفكر حضراتكم النادي الأهلي الأكثر حصولا على كأس مصر 35 مرة، ما شاء الله، وده ريكورد بيحتله النادي الأهلي في صدارة الأندية المصرية، كما يحتل 39 مرة في بطولة الدوري العام. وما شاء الله النادي الأهلي في أي من البطولات هو صاحب العدد الرقم القياسي في أي بطولة هو بيخشها، عشان كده لقب نادي قرن لا يأتي من فراغ. أكمل كلامي مع ضيوفي الكرام واستعدادات النادي الاهلي وابرز العناصر اللي موجوده في النادي الاهلي، وايضا هنستدرك ايضا النادي المصري. خلينا نتكلم دلوقتي على المهاجم الفذ، المهاجم صاحب المواهب الخاصه، امكانيات خاصه، مهارات خاصه، مهاجم له ستايل خاص به هو، مفيش حد حتى قريب منه في الدوري الممتاز، وهو اللاعب النيجيري جونيور اجاي. صح، جونيور اجاي يمكن النهارده يعني اعتقد ان هو هيكون كلمه السر في المباراه. جونيور اجاي النهارده يعني لو في حالته هيفرق جامد جدا مع النادي الاهلي، خاصه كمان ان هو مميز جدا كمحطه في الالتحامات. النادي المصري عندهم سواء اسلام صلاح او احمد ايمن منصور حته الالتحامات الاثنين ضعاف فيها جدا، هي الكور اللي هتبقى من تحت او الكور العاليه، فدي هتبقى مهمه جدا ان انت تقدر تستخدم جونيور اجاي كمحطه بتحضر عليه الهجمه. كمان جونيور اجاي لعيب مهاري قوي، لعيب دماغه يعني فكره، لعيب ذكي جدا، لعيب بيقدر يتحرك في المساحات، خاصه ان انت تقدر تستخدم جونيور اجاي في المساحه اللي ورا محمد حمدي، يعني هو لو ميل ورحل مثلا على لو وليد سليمان او حمودي بيلعب في الجبهه دي هيقدروا يعملوا ثغره كبيره جدا للنادي المصري في الناحيه دي لو جونيور اجاي حول او ايه او راح في الناحيه دي مع وليد سليمان. اعتقد ان اجاي هيفرق جامد جدا النهارده، واعتقد ان هو هيكون نقطه يعني واحد من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي النهارده هيبقى جونيور اجاي. طب احنا كنا عاملين تشكيل انيميشن او تشكيل محتمل للنادي الاهلي والنادي المصري، عايزين نعرضه لحضراتكم ونتكلم فيه باستفاضه عشان نعرف ابرز العوامل الرئيسيه من ناحيه الخططيه بالنسبه للكابتن حسام البدري وايضا بالنسبه للكابتن حسام حسن. ده تشكيل النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم، شريف اكرامي ورامي ربيعه، محمد نجيب في خط الدفاع، احمد فتحي على الجانب الايمن، علي معلوب على الجانب الايسر، حسام عاشور وعمرو السوليه، ومن المحتمل يكون حسام غالي مكان حسام عاشور، عبد الله السعيد او وليد سليمان، احمد حمودي او مؤمن زكريا، وجونيور اجاييه في خط راس الحربه. احمد ثابت اكيد عندك تعقيب. اه طبعا، تشكيل النادي الاهلي هيبقى نفس التشكيل، يعني لو بدا بنفس التشكيل ده نفس التشكيل بتاع مباراه سموحه، ما غيرش حاجه الا احمد فتحي بس. طبعا عوده احمد فتحي هتفرق جامد جدا من الايقاف، هتفرق جامد جدا في القدرات الدفاعيه، لان النادي المصري النهارده عنده محمد الشامي، تحركات محمد الشامي في ظهر الظهير الايمن لاي منافس تعمل مشاكل كبيره جدا. محمد الشامي مميز قوي في التحرك بدون كوره ورا الظهير الايمن، فاعتقد عوده احمد فتحي وجنبه رامي ربيعه يعني هتقدر ان هي تقفل الحته ديت. النقطه الثانيه طبعا الاختراقات من على الاطراف سواء حمودي او وليد سليمان، حمودي النهارده برده يعني لو لعب ورا بس قدر يستغل المساحه اللي بيسيبها محمد حمدي وبيتقدم، اعتقد ان حمودي هيفرق جامد جدا، وليد سليمان بخبراته مهم جدا، جونيور اجاي احد مفاتيح واهم لاعب النادي الاهلي النهارده. طيب احمد فاروق اكيد ليك تعقيب على طريقه اداء النادي الاهلي، خاصه انه بيلعب فرقه كابتن حسام حسن من الفرق اللي بتبقى دايما عندها فايتنج سبيريت عالي، معدل جري عالي جدا، معدل بدني عنده بيبقى قوي جدا، فاكيد تكتيك النادي الاهلي ازاي هيفك شفرات الدفاعيه للنادي المصري. ده من الاسباب المهمه جدا اللي تخلي عوده احمد فتحي في غايه الاهميه في مباراه زي دي. احمد فتحي اعتقد دوره النهارده هيكون مهم جدا، لان اخطر عناصر النادي المصري هو محمد حمدي الباك الشمال اللي بيقوم بادوار هجوميه مميزه جدا ومزعج جدا في الجبهه اليسرى وشفناه في اكتر مباراه، فاعتقد مهم جدا وجود احمد فتحي، وكمان زي ما بنقول خير وسيله للدفاع هو الهجوم، فمسانده الدور الكبير اللي المفترض يقوم بيه حمودي في الجبهه اليمنى اعتقد كمان هيحجم من محمد حمدي شويه ويخليه يشغله شويه في المهام الدفاعيه. وجود جونيور اجاي اعتقد مهم جدا جدا لعنصرين زي وليد سليمان وعبد الله السعيد. وليد سليمان وعبد الله السعيد من اكثر العناصر في الكره المصريه اللي بيتقدموا وبيسندوا على منطقه الجزاء بشكل كويس جدا، وزي ما اقول كده بلغه الكره بيصطادوا الكره لمنطقه الجزاء. وجود محطه زي جونيور اجاي للجايين من خلف سواء وليد سليمان او عبد الله السعيد بيسددوا بشكل كويس، عندهم دقه تسديد على المرمى بشكل ممتاز شفناهم في اكثر يعني في ارقامهم المميزه جدا على مدار المواسم اللي فاتت، فانا اعتقد ان وجود جونيور اجاي هيخلي من الضروره جدا ان يكون عبد الله السعيد موجود في القلب أو صالح جمعة طبعا. وارد جدا ان صالح جمعة يكون من الناس اللي بتبتدي اللقاء. صالح وارد جدا، وشفنا يعني لما شارك في اكثر مباراه بدايه اللقاء كان دوره مهم جدا، لكن كمان حتى لو شارك عبد الله السعيد وكان صالح جمعة كبديل انا اعتقد ان صالح جمعة نزوله هيربك النادي المصري، خصوصا مع يعني استهلاك بدني متوقع في الشوط الاول. كمان انا افضل شويه وجود حسام غالي، زي ما قلنا عناصر الخبره مهمه جدا جدا في مباراه حاسمه زي دي، ليدر زي حسام غالي اعتقد كمان الحافز الرهيب اللي هيكون موجود عنده ان هو يرفع الكاس قبل ما يروح لتجربة
تجربة النصر السعودي، أعتقد إمكانياته الفنية وكمان الدافع النفسي هيخلي دوره مهم جدا النهاردة مع باقي العناصر اللي هم الخبرة عبد الله السعيد وليد سليماني. طيب احنا ادي لقاء الأهلي والمصري، ادي مروان محسن الهدف الأولاني، نتمنى له سرعة العودة إلى الشفاء، وطبعا تمريرات السحرية لعبد الله السعيد، وادي مروان محسن اللي انطلق وحط الكرة عكس اتجاه الريح وعكس اتجاه الناس كلها وحطها على الثابتة للجون، ودي من الحاجات اللي بتبين راس الحربة الجامد، راس الحربة اللي عنده فكر. وادي برضو كرة تانية مروان محسن بيعمل عليها محطة عشان النادي الأهلي بيحرز الهدف الثاني، وادي الكرة اللي دايما كابتن حسام البدري بيضرب كل الديفنسات بيها، وهو خروج او تحرك الظهيري عشان يضربوا بيها التكتلات الدفاعيه. صراحه ماتش الاهلي والمصري من الدور الاول من افضل اللقاءات اللي كانت في هذا الموسم. احنا بعد ما نستعرض مع حضراتكم هنجيب بقى تشكيل النادي المصري المقترح في هذا اللقاء. كابتن حسام حسن دي عنده تحفظات كتير جدا في هذا اللقاء، لانه عارف ان ده لقاء فاينل كاس ولقاء لا يقبل القسم على اثنين، فبالتاكيد مش هيبقى عنده مغامره هجوميه كبيره جدا جدا بالنسبه للكابتن حسام حسن، لانه برده متعود واحد من اكبر النجوم الكره المصريه عبر التاريخ، سواء مع النادي الاهلي سواء مع المنتخب المصري، ارقامه كلها وانجازاته يعني تتكلم عن نفسه. التشكيل المتوقع للنادي المصري البورسعيدي هيبقى في حراسة المرمى أحمد بوسكا وأحمد أيمن منصور وإسلام صلاح ومحمد حمدي في الجانب الأيسر، كريم العراقي في الجانب الأيمن، أحمد موسى وفريد شوقي، وعلى الجانب الأيسر في الأمام عبد الله جمعة، محمد الشامي في الجانب الأيمن، وأحمد جمعة وإسلام عطية. ده التشكيل الأبرز المحتمل للنادي المصري. عندك تعقيب أحمد فاروق على من أهم ملامح تشكيل المصري أو أداء المصري بشكل عام في الفترة اللي فاتت، إن هو بيلعبوا بحيوية كبيرة جدا، عناصر شابة وعناصر مزعجة جدا خصوصا في الجانب الهجومي. أحمد جمعة من أكثر المهاجمين اللي بيتحركوا بشكل كويس جدا سواء جوه منطقة الجزاء أو كمان لما يسقط بره منطقة الجزاء. إسلام عطية والشامي وطبعا عبد الله جمعة اللي هو مهاري بشكل كبير جدا، والتحركات بتاعه عطيه والشامي اعتقد مزعجه جدا، لكن هي سلاح ذو حدين لان ممكن النادي الاهلي يستغلها في ضرب دفاعات المصري، خصوصا زي ما قلنا مع تقدم محمد حمدي اللي هو واحد من اخطر العناصر اللي بيساند هجوميا بشكل كويس وبينفذ العرضيات بشكل كويس. نقطه الكرات العرضيه برده مهمه جدا لان احمد جمعه مميز فيها ومزعج جدا في منطقه الجزاء، وبيجيد التسديد كمان، وعنده قوه بدنيه كويسه جدا، يعني احمد جمعه من اقوى المهاجمين بدنيا في الدوري المصري، فدي نقطه هتحتاج تركيز كبير جدا من قلبين دفاع النادي الاهلي. طيب احمد ثابت اكيد عندك طبعا تشكيل النادي المصري، يمكن هي طريقه لعب جديده في المباراه الاخيره، واعتقد ان هي الاقرب النهارده ان هو يلعب 4-4-1-1. استخدام احمد جمعه في ان انا بنستخدمه كمحطه، بينزل يسقط خلف اسلام عطيه عشان طبعا احمد جمعه ينزل دايما، هو هيلعب على الكره دي ان احمد جمعه ينزل يسقط يسحب مثلا محمد نجيب ويفضي المساحه اللي وراه عشان يقوم لاعب الكره التمرير الطولي في ظهر محمد نجيب لاسلام عطيه. دي رقم واحد. النقطة الثانية طبعا ان احمد جمعة يعني متفوق جدا في الالتحامات، وان هو هياخد كل الكور العالية، فدي طبعا مهمة جدا سواء لحسام عاشور وعمرو السولية. النقطة الثالثة، انت كابتن حسام دايما بيضغط ضغط عالي، كابتن حسام حسن دايما بيضغط ضغط عالي، فانت عشان تحضر الهجمة قدام النادي المصري ما ينفعش تحضرها من قلبين الدفاع، هتعاني. عشان كده مثلا لما كنا بنشوف السنة اللي فاتت كان حسام غالي ينزل يسقط قدام حسام حسن كانت بتيجي فيه اهداف في النادي الاهلي. عشان كده لما تيجي تحضر الهجمة قدام النادي المصري لازم تحضرها من ظاهرين الجنب سواء احمد فتحي او علي معلول. عشان كده النهارده عوده احمد فتحي مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في حته تحضير الهجمه، لان انت تقدر تبني الهجمه سواء من عند شريف اكرامي لانه مميز بالتمرير الطولي، واحمد فتحي وعلي معلول، لكن حته ان انت تبني الهجمه من ربيعه او يعني نجيب. انت تقصد ان كما فعل الفريق الجزائري اللي كان بيلعب النادي الاهلي في البطوله العربيه كان بيضغط على حسام غالي في وسط الملعب عشان في بدايه الهجمه. يعني لو حتى لو عرضنا الخريطه الحراريه بتاعه النادي المصري يا معانا الخريطه الحراريه هتبص تحركات لعيبه النادي المصري كلها دايما من العمق، هتلاقي الضغط العالي. يعني احمد جمعه هو بيلعب كمهاجم متاخر كسكند سترايكر وقدام اسلام عطيه، وبعدين بيجي من وراهم عبد الله جمعه ومحمد الشامي، فانت عشان تحضر الهجمه قدام النادي المصري لازم تتحضر على الظهيرين، ما ينفعش تحضر من العمق لان هم هيضغطوا عليك ضغط عالي. او لو هحضر من العمق ابقى سريع يبقى في سرعه طبعا، او من خلال شريف اكرامي لان شريف اكرامي واحد من احسن الحراس في مصر اللي بتحضر الهجمه من تحت. دي نقطه مهمه جدا. طبعا خطوره النادي المصري في الاطراف سواء محمد الشامي وعبد الله جمعه، وكمان بيزيد عليهم محمد حمدي ناحيه الشمال بيتحول لجناح ايسر، فريد شوقي بيروح يغطيه، فدي برده هتعمل مشكله في النادي المصري ورا الاثنين الارتكاز. عشان كده تحركات جونيور اجاي مهمه جدا النهارده لما ينزل يسقط. هي دي الخريطه الحراريه. بص حضرتك على مركز مثلا احمد جمعه، احمد جمعه تحت اسلام عطيه بيلعب كمهاجم متاخر، بص هناك ناحيه الشمال رقم 15 محمد حمدي فين،
بيلعب كجناح. هو وارد اهو قدام الدايره بالظبط في اربع لعيبه، في اربع لعيبه يضغطوا على اثنين وقدامهم اثنين ارتكاز، فهو يبقى اربعه على اربعه نسبه دفاعيه يعني متكافئه، فيقدر يخطف وتمركز اللعيبه كلها بتاعت اللعيبه اللي قدام عند النادي المصري من حته العمق. عشان كده بقول لما تيجي تحضر الهجمه لازم تحضر من الاطراف. طبعا محمد حمدي لو خدنا بالنا بيتقدم بشكل كبير جدا وبيسيب مساحات وراه، فالنهارده احمد حمودي يقدر يستغل النقطه دي، هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي. النقطه الثانيه بص حضرتك المساحات ورا ثنائي الارتكاز سواء فريتشا او عمرو موسى، لان النهارده لما تستخدم اجايكا محطه بينزل يسقط وتحركات عبد الله السعيد او صالح جمعه ورا الاثنين الارتكاز هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي بالتاكيد. التغطيات والتفكير التكتيكي والوعي التكتيكي الكابتن حسام البدر في اداره هذا اللقاء هتكون هي العامل الفارق في التفوق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا نهايه فقرتنا الاولى بشكر ضيفي الكريمين، طبعا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق كنت منور النهارده وان شاء الله تكون معنا على طول في ربنا يخليك. بسعد بيك دايما وبسعد بصديقي احمد موفقين، وان شاء الله نبارك للاهلي النهارده بالليل على بطوله جديده ان شاء الله باذن الله. وايضا محلل الاداء الناشط احمد ثابت كنت منور النهارده وان شاء الله تكون معنا على طول في الاستوديو. نورك وبسعد دايما تكون مع حضرتك ومع كابتن احمد طبعا. مشاهدينا هنطلع الى تقرير مهم للاهلي في الصحف وارجع استقبل ضيفي الكبيرين الاستاذ اكرم عبد الغني الناقد الرياضي وايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ زغلول صيام. نطلع فاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد.